ونحن ندعي ذلك. نعم. أننا نحب أهل البيت وأهل البيت يحبون. يحبوننا. تعال نشوف الواقع. الواقع أهل البيت كانوا يميلون إلى من؟ علي بن أبي طالب. من تزوج بنات علي؟ عطني شيعي تزوج من بنات علي. بنت علي عند معاوية ابن الحكم أخو مروان ابن الحكم بنت علي رملة بنت علي. خديجة بنت علي بن أبي طالب عند عبد الرحمن بن عامر بن كريز من بني عبد الشمس ولد عم معاوية. أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب عند عمر بن الخطاب. الحسن بن علي تزوج بنت طلحة بن عبيد الله. طيب وبنات الحسن اثنتان عند أولاد الصحابة رضي الله عنهم. بنات الحسين سكينة وفاطمة عند أولاد عثمان عبد الله بن عمرو بن عثمان وزيد بن عمرو بن عثمان أولاد الحسين بنات الحسين. طيب بنت عبد الله بن جعفر بن أبي طالب عند يزيد بن معاوية. يزيد بن معاوية زوجته بنت عبد الله بن جعفر بن أبي طالب. طيب عبد الملك بن مروان زوجته بنت عبد الله بن جعفر أيضا. الوليد بن عبد الملك زوجته اثنتان من آل البيت بنات الحسن يعني حفيدتا الحسن بن علي عند الوليد بن عبد الملك الخليفة الأموي. زوجونا بناتهم زين وتزوجوا من بناتنا بنات أهل السنة. هذا يدل على ماذا؟ أنهم من أهل السنة. جعفر أمه من هي؟ جعفر أمه حفيدة أبي بكر الصديق. زين جعفر ليش ما يزوج زرارة؟ مو هذا تلميذه الخاص؟ خلي زوجه بنته. عطني واحد من هؤلاء تزوج بوحدة من بنات جعفر أو من بنات علي بن الحسين أو من بنات محمد الباقر أو من بنات موسى الكاظم أو من بنات علي الرضا. كلهم عند أهل السنة بناتهم. ليش؟ وهم من متزوجين من أهل السنة ما يتزوجون من الشيعة. ليش؟ دليل براءتهم من هؤلاء. عطني هؤلاء الأئمة سموا بناتهم وأولادهم على من؟ على عمر، على عائشة، على أبي بكر، على عثمان. هذا أولاد علي وبنات علي والحسن والحسين وعلي بن الحسين والباقر والصادق كلهم بناتهم وأولادهم على أسماء الصحابة رضي الله عنهم. إذا من يحبون وحياتهم مع الصحابة؟ ابن طالب راح الكوفة 4 سنوات قام يسبهم ويلعنهم يلعن أهل الكوفة على النبي طالب ويقول اللهم أبدلني خيرا منهم أبدلهم شرا مني. الحسين قتلوه عندما اتصل الأخ وقال يعني السطام قال يعني علي قتل. أنا لا أوافق على هذا الناس ما أظن في رواية أن الله يستشير علي لكن عندهم رواية أنه ما يموت الإمام إلا بعلمه. الحسين كان يعلم أنه سيموت في هذه رضي الله عنه وأرضاه لكن هم قتلوا الحسين هم قتلوا الحسين ولذلك يعظمون الأرض التي قتل عليها الحسين كما يعظم النصارى الصليب الذي يدعون أنه صلب عليه عيسى عليه الصلاة والسلام. فالقصد من هذا أن الأئمة منهم براء. فعندما نرجع للحديث تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا إن صح كتاب الله وعترتي نحن أهل العترة نحن أتباع العترة وليسوا هم. هم العترة منهم براء براء والله كبراءة عيسى من النصارى وكبراءة الذئب من دم يوسف والعترة بريئة منهم. العترة هم أتباع أهل السنة ويحبهم أهل السنة وتزوجوا من أهل السنة وزوجوا أهل السنة وعاشوا بين أظهر أهل السنة إذن منهم براء. إذن هو تحدي هذه الحلقة على ما تحب. فماذا نصيغه شيخي الكريم بأنهم لا يقرؤون السيرة أو ليس لهم سيرة أبداً. أصلا إيتونا بواحد من تلاميذ الباقر أو الصادق من الشيعة أو علي بن الحسين أو الحسين أو الحسن أو علي بن طالب زوج شيعيا واحد. شوف علي عنده 19 بنت أو 20 بنت علي بن أبي طالب له 20 بنتا زين و19 ذكرا. أعطونا وحدة تزوجها شيعي من يعظمونهم الشيعة يعرفونه
أو الحسن أو الحسين أو علي بن الحسين أو الباقر يكفي، أو الصادق أو الكاظم أو الرضا، واحد بس زوج شيعي حتى تعرف براءتهم منهم، ما زوج ولا تزوجوا منهم. يعني ما في جاء جعفر يكرم الرسول صلى الله عليه وسلم، ماذا فعل للخلفاء الأربعة؟ زوجوا. جاء لأبي بكر تزوج بنته، نعم، وجاء لعمر تزوج بنته، وجاء لعثمان زوجه بنته، وجاء لعلي زوجه بنته، وقال هذا أحبهم، بنتي لعثمان، نعم، قال هؤلاء أحبهم، نعم، زوجتهم وتزوجت منهم منهم. نعم. طيب هؤلاء الشيعة يقول نحن نحب آل البيت، طيب أرونا زوجوكم أو تزوجوا منكم، أثبتوا ذلك، أثبتوا ذلك. جعفر الصادق هل تزوج بنت جابر بن يزيد الجعفي؟ هل تزوج بنت زرارة، أم زرارة، خالة زرارة، عمة زرارة، ابن أعين بن سنسن النصراني؟ هل تزوج بنت بريد بن معاوية؟ هل زوج موسى الكاظم لبنت محمد بن مسلم الطائفي؟ يعني ما هي العلاقة التي كانت بينهم ما عدا ادعائهم الحبهم؟ هم أتباع أهل البيت، هم كذا، هم دعاوى فارغة، دعاوى فارغة، وأهل البيت يعلنونها صراحة، يقول نحن براء منكم وأنتم بريئون منا، لا نزوجكم ولا نتزوج منكم، بل نزوج أهل السنة ونتزوج من أهل السنة لأننا من أهل السنة. الله أكبر، هكذا هي. إذن هو تحدي هذه الليلة في كلمات مختصرات، ائتونا بشيعي تزوج من آل البيت أو من هم من آل البيت زوج شيعيا، واحد فقط، واحد فقط، كما تحدينا قبل ليلتين أن يأتي معمم حافظا القرآن، أو بالليلة البارحة تحدينا يأتي حديثا بسند متصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه الليلة نقول إذا أنهم يقولون أننا نحب آل البيت وأننا نقول ائتونا بشيعي تزوج من آل البيت أو آل البيت زوجوا شيعيا، وهذا هو التحدي الذي أطلقه فضيلة شيخي الكريم الشيخ عثمان الخميس نفع الله به.